اهلا بحضراتكم من جديد. نستكمل حوارنا مع الكابتن عبد المنعم شطه. كابتن شطه، كنا قبل الفاصل بنتكلم عن الفروع الجديده. هي احنا اتفقنا السنه دي ان شاء الله في 3 افرع جديده تم الاتفاق عليها من لجنه التخطيط. ابو حماد في الشرقيه ملاعب كويسه جدا الحقيقه، معموله كويس جدا. في المنيا عندنا ملعب حقيقه برضه ممتاز جدا جدا جديد لسه تم انشاؤه، ملعب كبير 11 ضد 11 يعني. وعندنا طبعا في زفته في الغربيه يعني هي لقينا ملعب ممتاز في مكان مكتظ بالسكان، انت عارف الشرقيه دي برضه والزفته والحتت دي كلها فيها لعيبه مميزه جدا. فان شاء الله الثلاث اكاديميات دي ان شاء الله هنبداها ان شاء الله في اول شهر 6 باذن الله نبدا الاشتراكات بتاعتها، ونحاول برضه كمان نعلنها للناس من خلال قناه النادي الاهلي ومن خلال المركز الاعلامي للنادي الاهلي. الموسم الجديد بقى فتحتوا باب الاشتراك ولا لسه؟ فتحنا باب الاشتراك من 15/6. هي كل اكاديميه ليها مكان وليها مقر بتبدا فيه الاشتراكات وكده، على ان تبدا كل اكاديميه مدير الاكاديميه هو المسؤول عن متى يكون الافتتاح بتاعها، ممكن بعد اسبوع من الاشتراكات، ممكن بعد اسبوعين. في مدينه نصر مثلا عشان الاعداد عندنا كبيره قررنا نفتح يوم 12/6 بعد ماتش النادي الاهلي والوداد ان شاء الله نكون كسبانين باذن الله. هنفتتح ان شاء الله ثاني يوم من بعد الماتش. ليه؟ لانه عندنا برضو الاعداد الكبيره دي لازم ننظمها كويس بحيث اننا ما نبداش بدري وبعد كده يجي نلاقي نلخبط البرنامج، فتبدا بقى بالاعداد الكبيره والمراحل السنيه المختلفه. فدي الحاجات دي كل اكاديميه لها، حتى الغردقه نفسها بدانا الاشتراك فيها لان الغردقه برضو من الاكاديميات معانا الناجحه. طب كويسه، الغردقه برضو من الحقيقه من الاكاديميات الناجحه جدا، عندنا فيها 4 أو 5 لاعبين يعني 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 كانوا من اميز اللاعبين الموجودين من كل المستويات الحقيقه، يعني حاجه غريبه جدا بالرغم انها طبعا الغردقه يعني شوف الملعب فيها ملعب ده طبعا البحر الاحمر برضو وفيها جماهير الاهلي كتير طبعا. نادي نادي سينزو طبعا في الغردقه معروف، ونادي طبعا كمان النجيله ما شاء الله، حتى اماكن اولياء الامور جلوس اولياء الامور حاجه معمول نادي قوي جدا، نادي فيه كل الالعاب والانشطه وفيه حمامات سباحه وفيه اعضاء وكده. وملعب الكره الحقيقه نادي سينزو ادى للنادي الاهلي في في يعني في شكل انه يلعب فيه مبارياته ويعمل فيه تدريباته ويعمل فيه المهرجانات اللي بنعملها، هي من انجح الاماكن الحقيقه. ما نشكر حقيقه للاستاذ ابراهيم المسؤول يعني والناس المسؤولين والاستاذ صلاح المسؤول عن مدير عام النادي انهم حقيقه وفروا لنا هذا المكان الجميل زي ما انت شايفه. فبالتالي انا بتكلم على الاكاديميات ككل يعني، كل اكاديميه لها ميعاد بتفتح فيه الاشتراكات وهتبدا فيه الموسم ان شاء الله. عايزين نبدا بدري السنه دي طبعا، في ادوات جديده هتيجي وفي ملابس جديده وزي جديد هيجي. انا شايف ما شاء الله ازاي حتى موحد يا كابتن شطه والشكل العام حاجه حلوه تليق بالنادي الاهلي فعلا. والله النادي الاهلي حقيقي حريص جدا على اللبس بتاعه يعني، احنا برضو عندنا الحقيقه الممارسات اللي بتتعمل لازم تنتقل اللجنه الفنيه الحقيقه بتفحص هذه الملابس. عندنا مواصفات معينه في اللبس الحقيقه بنعمله بشكل كويس جدا، وهي اتمنى انه السنه دي يكون ازاي شكله كمان مختلف شويه عشان الناس هي محتاجه انها طب انا برضو من جانب ان برضو الشطه بتسهله على اولياء الامور، نظام الدفع بيبقى فيه بالقسط وفي كاش وفي كده صح؟ طبعا احنا عندنا هي نظام كويس قوي قوي الحقيقه. السنه دي عملنا نظام انه اللي بيدفع كاش يعمل له تخفيض على قيمه الاشتراك بشكل انه مثلا اذا عنده ابن يعني اي ولي امر عنده ولدين بيتعمل خصم للولدين 10%، وفي بتسهله برضه على اولياء الامور. وبعد كده بنعمل دفعتين او بنعمل 3 دفعات على حسب الاكاديميه، كل اكاديميه ولها طريقه معينه في الدفع. لكن طبعا اهم حاجه عندنا ان احنا النادي الاهلي يا كابتن اسامه اقل اكاديميه بتحصل من اي حد فلوس. كويس، انا بقولها كده قدام الناس، انا شفت اكثر من 20 25 اكاديميه، النادي الاهلي اقل اكاديميه. حقيقة كابتن محمود الخطيب ما بينظرش للامور الماديه في هذا الامر، على قد لازم يكون اقل حاجه ممكنه عشان اكبر عدد من الناس الحقيقه تمارس هذه الرياضه. ودي طبعا الحقيقه بنشكرها على مجلس اداره النادي الاهلي منذ ان انشئت الاكاديميه الحقيقه. اتمنى انه النادي الاهلي دائما الحقيقه يكون سباق بهذا الامر، وان احنا الاكاديميه بتاعتنا اقل اكاديميه في حتى في اكاديميات ثانيه بتاخد اكثر من النادي الاهلي وهي اكاديميات خاصه يعني مش كمان اكاديميات انديه. فانا الحقيقه بشكر مجلس اداره النادي الاهلي على انه مش عايز يعني يرفع الاسعار بالشكل الحقيقه اللي متواجد على الساحه، لكن النادي الاهلي نادي تربوي، نادي بيبص على الامور التربويه والمشاطرات الاجتماعيه والنشاط بتاعه، وعنده كمان جماهير كتير قوي عايز يخليها بقى يحتويها من خلال هذه الاكاديميات.